قضية مسلمي الروهينجا أو قضية مسلمي بورما هي ربما القضية التي عرفت بها، بما أنه كنت أول طبيب جزائري يصل إلى مخيمات الروهينجا، وكان ذلك سنة 2019 في رمضان. كانت تجربة رائعة ومميزة صراحة، لأنه كنت لاحظ الصور والمعاناة إخواننا مسلمي الروهينجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة سنة 2017-2018 كنا نرى يعني الصور التي يعني صراحة تحزن. فأخذت أبحث في القضية، ما هو السبب اللي راح يؤدي إلى يعني معاناة هذا إخواننا مسلمي الروهينجا؟ فبديت نقرأ على قضية مسلمي الروهينجا، بديت نشوف العوامل، الأشياء اللي أدت إلى هذا التطهير العرقي، الأشياء التي أدت إلى التهجير، كل هذه الأمور، وإلى أن توصلت يعني إلى الجمعيات التي تعمل مع مسلمي الروهينجا. الهدف من هذا كنت حاب أن أقدم ولو جزء بسيط لتخفيف معاناة مسلمي الروهينجا. طبيب هنا في الجزائر في تلك الفترة؟ هو كنت طبيب في الجزائر وكنت أشتغل في عين قزام، يعني